السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن الجيمب وطريقة التعامل مع الجيمب. طريقة التصميم، ما راح أتكلم عن طريقة التصميم الحين، لكن إن شاء الله بنأخذ إحنا خطوة خطوة. إحنا اليوم إن شاء الله راح نتعرف على أول درس، طبعا راح نتعرف على واجهة البرنامج. تمام، طبعا هذا البرنامج اسمه الجيمب أو جيمب حسب اللي تحب. تمام، بالنسبة للبرنامج طبعا تكلمت قبل أن أنه مختلف عن الفوتوشوب من ناحية الشاشة، أنه ما يجي البرنامج نافذة واحدة. فيه إصدارة جديدة من البرنامج اللي 2.7.4 أو هي 2.7، المكاد أنه 2.7 به الميزة هذه، لكن ما زالت نسخة غير مستقرة وغير مرشحة للاستخدام. خلونا نتكلم عن بيئة العمل. عندك الجهة اليمنى هذه مثل الجهة اليمنى الموجودة بالفوتوشوب، تمام، وهي أتكلم عن الطبقات، تتحكم بالألوان، وفي هنا بعض الفراشي، هذه الطبقات، هذه مساحة العمل اللي هنا راح يكون عملك. لو مثلا فتحت صورة أوكي، هذه صورة مثلا، طبعا تحفظا على بعض الصور أنا اخترت صور معينة أنا صورتها، تمام، بحيث أنه في ناس تبي تقول لي حقوقنا وما أدري إيش. على فكرة الحقوق ليش تنزل صورة بالإنترنت إذا كنت ما تبي حد ياخذها؟ عموما الصورة هذه أنا صورتها عشان هالدرس، تمام، او عشان الدرس موجوده بس انا اخترتها عشان هالدرس. هذه مساحه العمل اللي مساحه الصوره. هنا شريط الادوات او نافذه الادوات. حد بيشاهد ترى قاعد اشرب شاي توي قايم. هنا الادوات، التعامل مع البرنامج، قص لصق، تحريك، تأطير الى اخره. انتهينا من التعرف على الواجهه، بس هذه الواجهه ترى. راح ندخل اليوم اللي هو الدرس الاول بتحرير الصوره او التحكم بالصوره او التعامل مع الصور بشكل عام. قص، تحريك، تأطير، تحجيم، قلب الصور، وأوضاع الصورة. أول شيء خلنا نتكلم عن تحجيم الصورة، تصغير حجمها. مثل ما أنتم شايفين هنا الصورة هذه عرضها 1000. لو مثلا عندي صورة عرضها 4000، خلونا نجيب الصورة الأساسية، تمام، اللي هي الافتراضية إني أنا استخدمت هذه. هذه عرضها 4000، تمام، 4000 صورة حجمها يعني ضخم جدا. راح صحيح بتكون واضحة، شوف احتلال القمر، لكن ضخمة جدا لو بتنزل على الانترنت. طيب شلون نصغر الصورة؟ تصغير الصورة تختار من هنا عند image، scale image، scale image، بعدين راح تحصل width high، نقص على كيفك العرض. خلونا نفترض خلونا نقول 1200 عشان، او خلي 1600 عشان تطابق مع اغلب الشاشات لو حابين تسوون خلفية للشاشة. لاحظ صغرت بالشكل هذا، تمام. من هنا في شريط تحت عشان يصير بالصورة هذا. من هنا ممكن أكبر، اختار حجم أكبر أو أصغر، فأنا أبي أصغر شوي عشان تصير مساحة العمل واضحة. أوكي، هذا بالنسبة للتصغير. خلو عشان تصير مساحة العمل تمام، خلو نحطه 600 وانت حر. هذا 600، هذا بالنسبة تحجيم الصورة. في عندنا قطع الصورة اللي هو التأطير، هذه أداة التأطير مثل ما انتم شايفين، أو كروب، هذه الأداة، اختر الأداة تحديد واضغط بالنص على الصورة وبس، تم ذي. لو لاحظت انه تعامل بسرعة مع الصورة أكثر من الفوتوشوب نفسه، حتى لو حطينا صورة كبيرة ضخمة، تمام، خرج على الصورة الحجم اللي قبل هذا حجم 4000. فلاحظوا شلون نتعامل مع الصور. هذا الشيء اللي يعني معجب بالبرنامج اكثر من الفوتوشوب، انه يتعامل مع الصوره برضه ما عندي مشكله. هذه هي ضغطه واحده خلاص صغره، تمام. هذه ميزه الفوتوشوب، لو في صور كبيره راح تلاحظ انه في فرق ثواني او اجزاء من الثانيه، تمام. طيب هذا بالنسبه لتأطير الصور. طيب عندنا ايضا قلب الصوره، شلون تقلب الصوره. خلينا نختار صوره ثانيه بحيث نصير واضحين بس معه، او بلاش نكبر الصورة نفسها، خلي مثلا عريضة من الجهة هذه بحيث انه تصير يعني واضح بالشكل هذا. كيف تقلب الصورة وتخليها الجهة هذه هنا؟ في طريقتين. الطريقة الاولى اللي image transform، راح تحصل هنا flip horizontally بحيث انك تقلبه بشكل افقي، هذا vertically راح يكون بالطول. خلنا نقلبه بالشكل هذا، لاحظوا جت هنا، لحب نقلبه بالطول جت تحت. اوكي، في طريقة ثانية اللي انا استخدم، انا ما استخدم الطريقة هذه اطلاقا، معقدة تروح منها وسالفة من ناس. طبعا في اداة هذه
اللي اسمه فليب تول. تمام، خلنا نستخدم فليب تول. اختر النوع هل تبيه بالعرض او بالطول، هوريزونتال مثلا، وطن هوريزونتال، واضغط ضغطة واحدة. ونفس الكلام مع فيرتيكال. هذا بالنسبة لقلب الصور. في ايضا التحكم بابعاد الصورة او زوايا الصورة، شلون اقدر اسوي ميلان الصورة. في عندك الاداة هذه، الاداة هذه خاصة بتمييل الصورة من عند الزوايا. شلون اضغط هنا اتأكد اني اخترت الطبقة اللي عليها الصورة، لانه لو عندنا طبقة ثانية، هذه طبقة خلنا نحط فيها لون مثلا ابيض. تمام، اصغر الصورة بس عشان اقدر اتعامل معها بسرعة. سكيل 500، نجيب الطبقة هذه فوق، تضغط هنا. هذه احد مساوئ البرنامج، انه مثلا لو نزلت الصورة هنا الخلفية ما راح تبين الخلفية اللي وراء لحد ما تضغط ترانسفورم. ما في مشكلة، غالب الناس تمشي الموضوع هذا. هذه قلنا فائدتها انه تصغير تصغير مثل ما شايفين الزوايا بس، ممكن اسوي كذا. تمام، يمكن انك تسوي شكل حلو مثلا، تقول الله بمغطه خلي سلسلة، ما عندك مشكلة، تم المغط. تمام، ايضا في عندك اداة ثانية اللي اداة ازاحة للزوايا بس بشكل موازي، بحيث انه ما تروح الصورة، لاحظ انه موازية، ما راح يمشي الا كذا وكذا. لا تحاول فيه يمشي من فوق بطريقة هذه، لكن اعتقد هذا لازم يصير 90 او خلي صفر. تمام، بالشكل هذا راح تقدر تمشي العفش اللي فوق. طيب، ايش عندنا بعد؟ عندنا الاداة هذه اداة خاصة تغيير الحجم للطبقة، مو بتغيير حجم الصورة كامل. اضغط هنا راح تقول كذا، لاحظ ان الصورة نفسها صغرت الطبقة. اوكي، عندنا هذه الصورة. اوكي، النقطة الأخيرة راح أتكلم عنها، بس لازم نفتح صورة ملونة، اللي هي أوضاع الصور. وش أوضاع الصور؟ هذه الصورة، الصورة هذه مثل ما تشوفين ملونة طبعا من تصويري. تمام، خلونا تروح لما أوضع الصورة. وش أتكلم عنها بشكل عام؟ الصورة الجي بي جي وضعها RGB، اللي هو هذا RGB اللي هو Red Green Blue. Red Green Blue، طيب وش الفائدة؟ وش الريد جرين بلو؟ هذا يتعامل مع صور عالية الجودة، جميع الألوان، أعتقد 16 مليون لون، في أكثر من 16 مليون لون أعتقد. في عندك الجراي سكيل اللي هو درجات الرمادي، لو حبيت تبدل الصورة لدرجات رمادي اضغط هنا راح يصير معك جراي سكيل. تمام، فيه الوضع النهائي أو الوضع الأخير اللي هو اندكست. اندكست هذا غالبا يستخدم مع صور الجاي اف، هذا هو الاندكست. طيب وش الاندكست؟ عندك صورة جاي اف، الجي اف غالبا صور متحركة، راح تكون اندكست. الاندكست هذا ما يستخدم جميع الالوان، خلونا نجرب اندكست. تمام، لاحظ انه بغير الاندكست بعض الالوان، كونفيرت، يمكن يتغير شيء بسيط تشوفه، يمكن ما يتغير شيء، لكن لو في الوان فعلا تدرجات وهذا راح يتغير. لاحظ هنا فيه تغير، خلونا نقرب بس عشان تصورون بالصورة. لاحظ درجات اللون هنا وراح درجاته بعد التعديل، لاحظت؟ هذا الاندكس. الاندكس ايش الفائدة منه؟ طيب الفائدة منه تقليل حجم الصورة اذا عندك، وفي طريقة ثانية افضل راح اتكلم عنها، اللي هي كيف تنزل حجم الصورة الجي بي جي. هذا حجمه 3 ميجا، 3 ميجا موضوع كبير على صورة. تمام، فكيف انزل حجمه بدون ما افقد ديك الدقة؟ في طريقة. الطريقة الاولى، ليش انا ما احتاج 4000؟ اذا كنت يعني عندي شاشة ممكن يحتاج 2000 بالعرض او 1900، خلوا 1900 عرض الصورة. هذه النقطة الأولى. تمام، النقطة هذه راح تخفف لكن مو بشكل كبير. لاحظت الصورة راح تشوف، خلوا 100%، لاحظت الصورة احنا نشوف كم حجمه. Open recently used، هذه نزل حجمه من 3 إلى 1.5. طيب أنا بأقل، ممكن أحط 100 كيلو بايت، ليش أحط 1 ميجا؟ طريقة سهلة، اللي عليك تسويه فايل بعدين سيف از اللي يحفظ باسم، وبعدين سيف. تمام، ريبليست، قل لي ريبليست. تمام، راح يسألك عن كواليتي اللي هي الجودة، نزله مو بلازم تصير كل هذه، حطه مثلا 50،
ما راح يفرق شيء كثير بالمناسبة يعني، راح تبقى الصورة مثل ما هي عليه. لو فتحنا خلونا نسكر هذا نفتح من جديد. هذه الصورة ما تغير شيء كثير، في شيء بسيط جدا جدا يمكن تلاحظه يمكن ما تلاحظه. اوكي الى هنا انتهيت. سبسكرايب، اشتراك، لايك، اضغط عجبني، اللي عنده تعليق يعلق. بالنسبه للشباب اللي يتابعون دروسي عن طريق المنتديات اتمنى ما ترسلون رسائل خاصه، والسبب اني راح اتاخر، واذا تاخرت في بعضكم يجلس يسفل بي انت وانت وانت يا جماعه الخير. تمام، انا ادخل احط الدرس، ابي افيد واحد، ممكن ما ادخل المنتدى الا بعد شهر بعد اسبوع. الافضل انك تسال بالمنتدى نفسه، تفتح موضوع وتسال. ليش؟ عشان تفيد غيرك، واحد، اثنين راح يجاوبوا معك بسرعة، او ترد عليه باليوتيوب، لان اذا رديت عليه باليوتيوب راح يجي على الايميل مباشرة انك رديت. شكرا لكم، الدرس الجاي ان شاء الله راح نتكلم بشكل اكثر عن الادوات الخاصة بالجيم. نتحمسوا ها، يلا مع السلامة. طبعا زي العادة ما نروح الا مسوين درجن 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 درجن، يلا.